السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي كل مشاهد قناة الزيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. احنا في مدينة بن حمد واللي ما عرفاش كاينة في المملكة المغربية، هالخيرات تنوري والجالية المغربية والناس مال المدن الكبرى بالمملكة المغربية. وكل مشاهد قناة الزيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن، أحبابنا اهلا وسهلا بكم جميعا. عيالات رجال بنات ولاد بتاريخ 27/8/2024، عاد محمد معيطب وعز وجلالي هنايا في مدينه بن حمد. قول لي سي هادو بايعين شي وزنه سي محمد؟ ياه بشحال بعتوا الوزنه؟ بعناها صحيح 90 درهم. 90 درهم تيقول لنا سي محمد باع هاد الوزنة تيقردو فيها كيما تتشوفو بتسعين درهم باش باعها، تنوريوها لجميع المشاهدين قناة الزيتون مرجان والحباب تونا. هذا اللحم دابا تباع طرف غير الله برا كيما تتشوفو، هادي العنقرة تاهي بيوع، هذاك الكتف تاهو بيوع، هادشي ما حاضرينش موالي، وكون حضرو كون عطيتهم كل شيء بابور. تبارك الله على محمد معين. ما عندي ما نقول، فعلا السردية السردية ما عندي ما نقول، بكل شيء براسو وكل شيء بعربو نتاعو ولحم العجل. عارفو سي محمد، واش انا بغيتي توريني محمد اش يخدم؟ انا عارف محمد يخدم شي حاجه اللي رفيعه وممتازه. نسول عليك البارح بالتنيفه بن حمد ما قعدتش تجي. راح يتم العياق والمرض والحاد سخون. داخل الوطن وخارج الوطن والناس كيبغوا يشوفوا هاد البني عندنا ويبغوا يجوا عندنا. مرحبا سي محمد. نستناو ذاك السوق اسبوعي عندنا في مدينه بن حمد نهار اثنين وما كتجيش راه حشومش. رانا نقول من العيد. الناس خاصك تجي. من العيد تندير طماطون من العيد من العيد كبير ما تبارك الله على سي محمد وهذا الامين بوعزاق وجيلاني والامين تاع الكزاره الناس رفاع هنايا في مدينه بن حمد. تنوريو الجميع المشاهدين قناه الزيتون مرجان، قول لهم ما تنساوش لينا محمد معيط بوعزاق وجيلاني الامين تاع الكزاره رقم خمسه والرقم خمسه وتنوفل دخلوا معكم. مرحبا سي نوفل الله يودي، احنا راه جدك كان صاحبنا. ايوا هذاك صحاب ابوك راه جدك. ايوا تنحكيو جميع المشاهد وهذا مشيت توقع معيط وين المقدمه توقع محمد معيط. تبارك الله على الشريف. رجل شديد رجل طموح يا ربي سهل عليه كما تشوفوا هذا العربي. دقوش معايا الكلمه ودار لقى فيها قال لي غادي نرد لك 10000 تاع تبول الحواله. والعربي من ما عرفتش شنو بن زنوفه بن زنوفه كل شيء اش دار معايا وشوف واحد عين كبير باع لقى حواله كنت عنده الحواله فاش نقلب ما لقيت شي واحد ولا جوج فيهم الحبوب شديت العربي قلت لي تاجي راه قلت لي صافي الايوب قال لي صافي انا شفت لك بعد مولاه مع 10000 ولا شحال قلت لي سير الله يعاونك وفاش مشيت عندو قال لي ما بغاوش كي ندير لي يلا كاين هادشي ولا ما كاين؟ واش كاين؟ كاين صحيح كاين شي لافوت؟ لا ايوه اه عاد عطا صحيح احنا مشينا على ولد عيسى حيطان والناس بحال كتسول علينا من مدينه لمدينه فين مشيتي؟ في الروما تبارك الله عليك. والله دابا 17 يوم ديالي. ديك الساعة دير ما يلاه يفهم لو ما تن. والله العادي. شي... لا عرفت عرفت. عرفت. تحياتي ليه يوسف في روما ولا فين كاين؟ ولا في شمال ايطاليا. كاع المغاربة قالوا لي كاينين تماك يبيعوا المسمن. تبارك الله على محمد معي. وراك عزيزة باش عزيز بالتطامحي تاعتك وبالمليح وما عندي ما نقول لك هادشي باش عزيز ومن كنتي صغيور ماشي دابا حيت انا راه تنعرفك فاش كنتي صغيور اما دابا راه كبرتي وليتي ما عرفتش تلقاو راه صحة الناس راه امانة عندنا عرفت 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 شوفوا راه تيفسر غير سفيان ولد الامين هو اللي تيفسر محمد بعيط راه غير رومبو كما تشوف نعم اخويا عاد الباترون
وهم مباطرون من بكري. من بكري رجل ما عندي ما نقول. يبغى شي حاجة مرحبا بي. اش بعام كنا في البام اش بعام؟ 2024 سنة. راه عمر تاع واحد وزيادة. ولكن تسلو ديال سيتي نقول. اي قول. هادي 24 سنة. ايه مشات والله العظيم الناس مقيوم عليا ب 1000 وانا مقيوم عليا ب 300 تبارك الله على ود الامين تبارك الله قول قول اللي بغى معاد محمد معيط اللحمه الحمراء واللحمه الزينه عطينا النمره سي محمد 066 توي بالجهد اودي سي محمد 066 زيد 23 زيد 39 59 المحطة الطرقية نمرة 5 مرحبا وزيد قدام. أنا راه داخل ماناش برا. دابا الباطرون اللي برا. لا أنا داخل المحل عارف. قلت أودي سي محمد راه لا برا وحنا داخلين لداخل. كما تشوفوا اللحمة كي دايرة. عاد سي محمد معي. اللحمة حمراء واللحمة زين. حنا عند لامين هنايا. في مدينة بن حمد. لامين تاع جزيرة بن حمد. ومحمد معيط مراقب 5 وهذا سفيان ود لامين اللحمه كي دايره الحمراء اللحمه الحمراء بعد ما نقول عجبك تا فيصل ولا اسمك ترى تمشي لي السنه والله العظيم بالله نوفل وتنسى سميتو سبحان الله العظيم. فهد. واش تعرف فهد بن العزيز ولا ما تعرفيش؟ فهد بن العزيز سعود. هلا ودي زيتوني خويا. ديما عند محمد معيط اللوكس تاع السلعة. شنو تلعب ولا ما تزيدوني؟ صورت في حي ذا الحال. أييه. وقلنا المشاهدين راه غادي تذبح في مدينة بن حمد. عندك بيضة حمراء اللي كاينة دي من مع قناة الحريفية كما تشوفوا معنا هنا في مدينة بن حمد اليوم في مدينة بن حمد عند محمد معيط وبو عزة وجلالي لامين تاع القسارة ونوفل صالح يلا دخل شافوا الناس ديما احنا في مدينة بن حمد كما تشوفوا غادي تسوق الكفاف الكرفية موجودة ان شاء الله نجيب الضروبات والجيكات والبوفيات نجيب التورة موجود هي التورة موجود هذا محمد معي رانا تنعرفو قلت لك 24 سنة هادي بالقلة فاش تلاقينا وكنا خدامين بجوج في واحد المارشي تاع البام بمدينة بن حمد تنحيو جميع المشاهدين قناة الزيتون المرجان والحباب تونا في المكان ديما حنا مع محمد معيط وفي المحل تاع أنا أقول سليت اللحمة الحمراء واللحمة المليحة عند محمد معيط هنايا في مدينة بن حمد